مرحبا، عناوين جديدة ومجموعة أخبار وفيديوز من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي صارت جاهزة في حلقة اليوم. والبداية من خبر التضامن مع مغني سعودي عم يتعرض للتنمر والعنصرية. وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حنروح بتاني أخبارنا، ولعند الحجة أم العبد الغاضبة على الرغم من أنها كانت تريند. أما الختام مع أول رد للديفا هيفا وهبي على حملة التنمر ضدها. ما حطول عليكم، خلونا نبدأ سريعا بأول لوجين على تيك توك. اليوم نحن كبشر من الطبيعي أنه نكون مختلفين، سواء بالشكل، بالدين، بالطبع، بالمعتقدات أو حتى بلون البشرة وغيرهم. بس معقول أنه لسه بدنا وقت لحتى نعرف أنه الاختلاف ما له سبب للخلاف، وأنه أشكالنا وأحجامنا وألواننا هي من صنع الخالق، أو نحن بحاجة عن جد لقوانين صارمة تعاقب المتنمرين والعنصريين؟ قصة الشاب فيصل العتيبي، وشاب سعودي عمره 16 عام، صوته حلو وإذنه موسيقية نظيفة مثل ما كتار من الفنانين وصفوه وقيموه، بيحب الغناء وبينشر فيديوهات لإله على السوشيال ميديا مثله مثل الكتار. ولكن وبآخر مرة من المرات طلع فيها بلايف فيديو كان غاضب من التنمر الكبير يلي عم بيصير عليه بسبب لون بشرته، وبالتالي نفوا نسبه لقبيلة العتيبة، وهالشي يمكن هو اعتبره خط أحمر. وبالمقابل الآلاف من المتابعين تضامنوا مع فيصل بمواجهة حملة التنمر يلي كانت ضده، ومتابعين قالوا إنه الإنسان ما ولد وهو مخير بين لونه وصحته ونسبه وغناه وفقره، فإذا ما احترمتوا الخلق احترموا الخالق، الإنسان من دينه وأخلاقه. مع كتار من المشجعين يلي عبروا عن إعجابهم بموهبته وصوته وطلبوا منه أنه يستمر، لأنه يلي ميزه فعليا هو هي الموهبة وهذا الصوت والإحساس الفريد. ولكن بالطرف الثاني كتار كانت ردود أفعالهم غاضبة على العنصرية يلي اعتبروها سلوك اجتماعي سلبي ولازم نتعايش معه ونطنشه بكتير أوقات، لأنه أحيانا أعطاء الأشياء اهتمام أكبر من حجمه ممكن يعمل لإلى تأثير عكسي. ولكن للأسف اليوم وصلنا للقرن 21 ولحد هلأ الناس بتعيب على لون البشرة والشكل. ما بعرف إمتى ممكن نتجاوز هي المرحلة ونخلص منها، لأنه كلياتنا لما نولد ما بيجي معنا آيباد وعليه خيارات ونحن لازم نختار شو بدنا نكون، هي التفاصيل الخاصة فينا. اخر سنة يا اموت يا اقول هذا الكلام، بس اشغلتونا الله يرحم والديكم، عتيبي غصب عنكم، اللي قاهرني يقول لي ما انت عتيبي، وانا عتيبي غصب عنا. حساباتنا كلها طبعا اذا بدنا نحكي قانون، فبالنسبة لعقوبة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة قالت أنه التشهير بالآخرين عبر السوشيال ميديا يعتبر جريمة معلوماتية بتستوجب عقوبات جزائية رادعة، وهي العقوبات ممكن توصل للسجن لمدة سنة كاملة، بالإضافة لغرامة مالية الأكيد أنه حتكون قيمتها عالية جدا. تاني أخباري لليوم ولوج إن جديدة على تويتر. وصية الحجة أم عبد الحليم تريند بهذا العنوان، انتشر مقطع فيديو الحجة الفلسطينية أم عبده وهي عم بتغني أغنيتها بعنوان شدوا بعضكم يا أهل فلسطين. وللأمانة هاي الأغنية صارت تريند وحصلت على ملايين المشاهدات مع تفاعلات كبيرة من رواد السوشيال ميديا والعديد من الفنانين والمشاهير، ورجع الكتار لحتى يغنوها عبر تطبيق تيك توك شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، ونشروها من بعد ما لمست مشاعرهم بظل الأوضاع الصعبة يلي عم بتعيشها فلسطين. بس مو هون القصة، السيرة وما فيها أنه استغلالاً للشهرة وللفيوز العالي بعض الشباب فاتوا لعند هي الحجة على بيتها واستغلوا كمان عدم وجود ولادها لحتى يخلوها تحكي أنه هي عملت صفحة على تيك توك وحساب لإلى من بعد ما نجحت ولاقت شهرة واسعة عبر مواقع التواصل بهي الأغنية. وبالفعل انعملت هي الصفحة، ولكن الحجة حليمة الكسواني صاحبة 84 عام ما إلى أي علاقة فيها، وبالحقيقة هي اليوم زعلانة
وغاضبة كانت لأنه نسبوها إلى صفحة ما لإلها ولا هي يلي بتديرها. وللحقيقة كمان الأغنية اليوم وحسب رأي الكتار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معمولة بطريقة الفولكلور الفلسطيني الجميل والأصيل، ويلي كتار وقت يسمعوها ما بيقدروا يتجاوزوها بسهولة. وحالة الاحتفاء الكبير بأم العبد وصوتها وتجاعيدها وكل تفاصيلها، وأيضا حالة القبول الكبيرة بين الناس، خلت الناس تستغل اسمها وتعمل هاي الصفحة، ولكن بنفس الوقت خلت هاي السيدة تكون مزعوجة لأنه ما بتمثل إلها بصلة لحتى تطلع بفيديو مع أحد أبناء العائلة وتنكر أنه هاي صفحتها. خلونا نسمع صوتها مع الأغنية ونشوف شو ردت. شدوا بعضكم لأهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم عوارك صيني، بس طب الحين بالعوارك صيني يا فلسطيني، عندي جرالك يا فلسطين. عمتي لا بتعرف تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بتعرف للتيك توك الصفحة اللي انتشرت، وعمتي ولا بتعرف للتلفون، يعني هذا هو تلفونها. عمتي في ناس استغلوا عدم وجود أولاد عمتي اللي هم أبنائها في البيت، دخلوا عملوا هاي الصفحة وحكوا لها إنه احكي يا عمتي إنه هاي الصفحة إلي. يعني عن جد اليوم صار مرض العصر هو السوشيال ميديا، ولكن المرض الأكبر هو الفيوز العالية اللي كتار من الأشخاص بيعملوا أي شيء كرماله. للأسف ثالث أخباري لليوم وآخر لوغ إن على فيسبوك. أغلبنا صار بيعرف إنه هيفا وهبي عملت أول حفل لإلها خلال الأيام الماضية بالسعودية، وتعرضت من بعده للتنمر وصارت تريند بكل مكان وعلى كافة منصات التواصل الاجتماعي، والسبب هي صور تم تسريبها لإلها وقالوا عنها إنها حقيقية، وبالحقيقة هي كانت صور ذات دقة منخفضة. التنمر كان على هيفا وهبي وعلى شكلها وكلام عن تغيير شكلها وتعليقات مقرفة للحقيقة، هيك وصفوها رواد السوشيال ميديا. ولكن بالطرف المقابل كثير من محبينا مع مشاهير وفنانين من الوطن العربي عملوا حملات كبيرة للدفاع عنها وحكيوا عن جمال الديفا وأنها كانت وحتضل أيقونة جمال. هيفا من يوم الحفل ملتزمة الصمت وما علقت على هذا الموضوع أبداً. لمبارح وعبر مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية حكيت عن حملة ممنهجة عم تتعرض لها، وهي مو الحملة الأولى ولكن قبلها في كتار، ووصفت الموضوع بالتافه وأنه ما بيستوقفها. وطبيعي هو هذا الرد من هيفا وهبي لأنه فعلياً وفنياً وشكلاً هيفا عم تظهر بلايفات. وبالمقابل أكدت هيفا وهبي أنه مجرد ظهورها بشكل الطبيعي ومثل ما عم بنشوف بهذا المقطع الفيديو اللي عم بيمرق وعلى المسرح بيمثل الرد المناسب على هي الضجة، وتعمدت بالوقت ذاته نشر ألبوم جديد وصور لإلها بكامل إطلالاتها بهذا الحفل للرد على كل ما قيل ونقال. وختمت كل ما ربنا بيعطي تقدم ونجاح بيطلع أشخاص بيحبوا يبهدلوا صورتك أو يمكن يحفظوا الناس صورة مانا إلك. بدي أقول لهم العبوها المرة الجاية أزكى من هيك. أنا عطاني نعم كثير بيستاهل أني أنا أشكر عليها كل يوم، بدل ما يستوقفني موضوع منه مهم أو تافه وياخد مني أي اهتمام. لا أنا يعني مش ما بيستوقفني هيك موضوع، لأنه يعني بالنسبة لإلي ممكن يحصل مع أي حد، أو أنا بلاقي إنه الرد الحقيقي وظهوري قدام الملايين على الهواء مباشرة هي دي هيفا، فنيا وشكلا يعني. فأكيد مش رح أقعد استوقفني موضوع بهيدي التفاهة أو حملة مبرمجة، معروف يعني إنه وراء أشخاص هو ده هدفهم، فطبيعي يعني يطلع لي أشخاص عايزين يعملوا شوية حركات. أنا بقول له يعني بقول لهم يعني العبوا العبوها أذكى من كده مرة جاية، لأن أنا طلوعي على المسرح هو الرد إن كان من كل النواحي.
أنا مع هذا الخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية، وهي كانت مجموعة أخبار لوج إن على المنصات المختلفة. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز التريند يلي عم بيشوفون على السوشيال ميديا، بتقدروا تفوتوا على صفحة لوج إن أو حتى على صفحة قناة سمر الرسمية وتشاركونا كل الكومنتس وحتى التريندز يلي حابين نحكي فيها وعنا. لهون بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية، برجع بشوفكم بكرة بآخر حلقات هالأسبوع من لوج إن، ونعمل لفة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير، باي باي.